وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم جنوب قطاع غزة لليوم 13 على التوالي، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر. يتزامن إغلاق المعبرين مع تصعيد الاحتلال عدوانه ضد محافظات رفح الفلسطينية والوسطى وغزة والشمال، وحتى منطقة المواصي والتي يجبر المواطنون على النزوح إليها. ومنذ 7 من شهر مايو الجاري احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.